على مدى عام مضى، ومدافع البيضاء ما زالت تقاوم. بعد سقوط صنعاء كانت ميليشيا الموت تتجه للبيضاء في رحلة تبدو الأخيرة لهم قبل الموت. تكمن أهمية البيضاء في كونها تتوسط البلاد من خلال حدود لها مع 8 محافظات أهمها صنعاء ومأرب. بهذه الأسلحة البسيطة ظلت البيضاء تقاوم كل ذلك بمفردها، وما زالت رغم شحة الإمكانيات والدعم. الأخبار الواردة من هناك تتحدث عن اشتباكات عنيفة تشهدها مختلف الجبهات في البيضاء، حيث استهدفت المقاومة سيارة هايلوكس تابعة للميليشيا وقتل من فيها. أيضا كانت المقاومة قد شنت العديد من الهجمات على مواقع الميليشيا في قيفة رداع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. من جهة أخرى، لا تزال ميليشيا الحوثي تعتقل عددا من الناشطين والقيادات الحزبية من أبناء البيضاء، وعلى رأسهم أحمد المرزوقي والرائد عبد الرب الحميقاني، في حادثة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا بحق الإنسانية. لا تزال المعارك في البيضاء مشتعلة رغم غياب الإعلام عنها، لكن رصاصات المقاومين كفيلة بأن تنقش تاريخ وتضحيات المحافظة وإن أغفلتها الكاميرا.